متابعينا الأعزاء أينما كنتم، نحن ما زلنا متواصلين وإياكم مع هذه الانطلاقات المستمرة من على أرضية ميدان الشحانية، ومن ضمن انطلاقات المحلية السابع. إذن انطلق شوطنا العشرون وشوط الختام المخصص لسن الحقايق. الأبكار أبدى بداية إلى من تحتل المركز الأول وتنطلق هنالك مع مقدمة الشوط لأتابع. هنالك الصراع والنزاع بينما أتابع من تحتل المركز الأول الدرعية وشوق راشد بن شفيع بن راشد الفيدي يقدم شوق، وتدخلت في هذه الأثناء عالية بندر بن سالم بن مبارك النابت بن ضعيف يقدم لنا شعاره يتحرك بتحركات عالية. المركز الثالث وتابع الدرعية محمد بن راشد بن ناصر بن لخن يقدم لنا شعاره في هذه الأثناء، مع المركز الثالث المركز الرابع وصل شعار الزعبي بالهدة حمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا الهدة مع المركز الرابع. هكذا هي الرباعية، هكذا هي المعركة الحاضرة مع شوط الختام. بينما أتابع من حضرت إلى المركز الخامس صبا علي بن سعد بن راشد العنزان النعيمي يقدم لنا صبا يهو من شوط في هذه الأثناء. بدأت الأسماء بالتحرك والتقدم، أتابع من انضمت إلى قافلة الصراع مشكورة سعيد بن راشد بن سعيد بن راشد الأسود يقدم لنا مشكورة في هذه الأمتار الصعبة. بينما عودة إلى مقدمة الشوط إلى عالية وشعار بن ضعيف يتقدم إلى أسماء، يبدأ بالسيطرة مبكرا مع انطلاقة عالية بندر بن سالم بن مبارك بن ضعيف. بينما تابع التحركات في هذه اللحظات من قبل مشكورة سعيد بن راشد بن الأسود يقدم لنا مشكور المركز الثالث. التقدم من قبل الهدى حمد بن عبد الله الزعبي يقدم الهدى. بينما المركز الرابع وتابع في هذه الأثناء يهيم معركة ما بين الشعارات الحاضرة ما بين أبناء القبائل في شوط الختام لسن الحقايق، حيث تتحقق السرعة الجنونية والمعركة ما بين الأسماء الحاضرة. اندفعت الى المركز الثالث غزلان مسعود بن سعيد الفهيدة يقدم غزلان المركز الثالث، اسم جديد ينضم الى قافلة النزاع. وتابع الحضور في هذه اللحظات من قبل الواصلة والمنطلقة. بينما تابعوا شعار الزعبي يقدم لنا فتيلة، من قدم لنا برقية يتقدم بتحركات هنالك فتيلة، لكن تابعوا الانطلاق في هذه الأثناء يهو من دخول يهو من هجوم يهو من اقتحام للصدارة. تتقدم هنالك الزعفران سعيد بن عبيد الحراجين الدوسري يقدم لنا شعاره، أبناء المملكة يتحركون يتقدمون بانطلاقة هذا الشعار. بينما المركز الثاني من قبل عالية بندر بن سالم بن ضعيف أيضا هو تابع التحرك في هذه الأثناء من قبل غزلان مسعود بن سعيد الفهيدة انطلق بتحركات خزلان. المركز الرابع قشامة سالم بن عبد الله البخيتة. المركز الخامس شعار الزعبي يقدم لنا فتيلة ما بين الأمتار الأخيرة في الأمتار الكبيرة الكيلومتر الكبير بانطلاقة الحراجين الدوسري يقدم لنا شعار بتحركات الزعفران. بينما الزعبي يتحرك في هذه الأثناء بن فهيدة يقدم لنا قزلان الزعبي بتحركات فتيلة. الأمتار الأخيرة أمتار الزحمة انطلقت خزلان بشعار بن فهيدة. الأمتار الأخيرة الأمتار الحاسمة انطلقت قزلان بهذا الأداء الفنان والكبير. بينما أتابع
فتيلة فتيلة، الزعبي يتحرك في هذه اللحظات بانطلاقة فتيلة، ياهي من أمتاره يطامعا بالنقطة الثالثة، انطلق في أمتاره، انطلق في أمتاره ليحقق هذا الفوز وهذا الانتصار. شعار كرار، من خطف الخنجر في مهرجان الأمير الوالد يقدم لنا شعاره. والنقطة الثالثة وحضور مشرف في هذا الموسم لشعار الزعبي علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، متابعا لهذه الانطلاقة. المخضرم 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 عماري المخضرم بهذا الحضور الكبير في آخر الأمتار، تلفت الأنظار وتسلب القلوب والأبصار بتحركات فتيلة. سلام يا الزعبي، سلام يا الزعبي، سلام على هذه الانطلاقة الكبيرة. علي بن محمد بن عبد الله الزعبي المركزي الثاني، المركزي الثاني غزلان مسعود بن سعيد الفهيد، المركز الثالث، المركزي الثالث الزعفرانة سعيد بن عبيد الدوسري، المركز الرابع الشاينية محمد بن علي بن مبارك البريص، المركز الخامس رسمية حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. هكذا تابعنا وياكم تحركات فتيلة، والنقطة الثانية مع شعار علي بن محمد الزعبي. التوقيت الزمني 6:07:52 جزءا من الثانية، تانين على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني غزلان مسعود بن سعيد بن سالم الفهيدة، التوقيت الزمني 6:09:82 جزءا من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث الزعفرانة سعيد بن عبيد الحرجين الدوسري، التوقيت الزمني 6:10:58 جزءا من الثانية. تانين تانين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. عرضوا أمامكم مشاهدين الكرام موجز بالأسماء المتوجة بالمراكز الأولى أشواط هذا المساء، حيث تابعنا وإياكم 20 شوطا لسن الحقائق، بينما حضرت لقاء في هذا الملتقى بين أبناء القبائل في المحلية السابع لمحمد بن سعيد بن حمد البريص المري، محقق الفوز والانتصار 6 دقائق بالوفاء والتمام و28 جزءا من الثانية. كذلك أتى ناصي بالتوقيت الأفضل والأكمل والأجمل، محققا الشوط الرئيسي لمحمد بن سعيد بن هادي الفهيد المري، التوقيت الزمني 5:55:82 جزءا من الثانية. تانينا تانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لكافة الفائزين. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى الختام، وتقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لقناة الريان الفضائية ومخرج هذا النقل الحي والمباشر علي بن محمد أبو شارب والمخرج محمد بن خزينة وركان الروات والمنتج عبد الله الخوار وكذلك منتجنا عبد الله القحطاني، ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.